نتعرف وإياكم عن المدينة الفائزة بالطبعة الثانية أحسن مدينة والجائزة الأولى. توجت مدينة عنابة بالمرتبة الأولى للطبعة الثانية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء تلتها أم بواقي وولاية البيض، مسابقة تهدف إلى ترقية وتوسيع الفضاءات الخضراء وإدماجها في كل مشاريع البناء. الطبعة الثانية ورغم كل الظروف كانت مشاركة، وكنت سمعت حتى التدخلات تاع رؤساء المجالس الشعبية وحتى الممثلين عن هذه المدن كيف خلقت حركية وخلقت اهتمام كبير، لأنه البيئة ليست فقط قضية، هي مش قضية إدارة ولا قضية مسؤولين، وإنما هي قضية مجتمع بكامله. مسابقة ساهمت في خلق جو من المنافسة بين مختلف الولايات ورسخت ثقافة الحس البيئي لدى المواطن. المواطن هو يبذل في مجهود أكثر منا احنا كسلطة باه يحافظ على المواطن، وخلقنا مساحات خضراء في خلال سنة ونصف، يعني مساحات ما شاء الله، وبفضل الدعم الكامل تاع المجتمع المدني. استخدام الطاقة المتجددة وتخصيص صناديق للفرز الانتقائي كانت من بين أهم المعايير لانتقاء الفائزين. هذه المعايير بالعكس تخلي تنافس يبان، تخلي تنافس وتخلي البلديه تعمل كل المجهودات انها تشارك. مثلا نعطيك مثال، احنا نقول تصنيف المساحات الخضراء بقرارات المدينه البلديه اللي ما كانش عندها مساحات خضراء مصنفه، يعني عن طريق هذا المسابقه مادام احنا فرضنا عليهم يكونوا قرارات تصنيف راح تصنف. الفضاءات المخصصة للمساحات الخضراء حالياً في الجزائر ضعيفة ولا تمثل سوى 1 متر مربع، فيما تقدرها المقاييس الدولية ب10 متر مربع للساكن، وتعد مثل هكذا مبادرات ومسابقات فرصة لتوسيع المساحات الخضراء بالجزائر.